احنا ما عندناش قامات فنية تستطيع ان تكون في لجنة التحكيم لبرامج المواهب. مين اللي قال كده؟ انا كأنه سمعت هذا الحوار او كان في راديو، كان في إذاعة تونسية، اي مزيكة فهم. اما الشخص سمعته، ما الشخصية اللي قالت الكلام هذا ممكن ما هيش موجودة في. طب خلينا نشوف. طيب يلا. إيهاب توفيق. ولا فكرت إيهاب توفيق؟ لا أنا مش موافقه طبعا على الكلام اللي قال. أكيد عندنا كل زمن عنده قاماته وعنده فنانيه وعنده مبدعيه، وإذا يقول الكلام هذا يعني هو لا يعتبر نفسه من القامات، بالعكس هو فنان وعنده نجاحات وعنده تاريخه الفني وعنده معجبيه وعنده إنسان واعي وفنان رائع جدا يعني بالنسبة لي أنا كإيهاب توفيق. طبعا هو دكتور في الموسيقى، ودكتور في الموسيقى، بالعكس لازم يقول أنه في كل زمن عنده قامات وعنده فنانين. طب ليه قال كده؟ هو ممكن حصر الموضوع في The Voice. أنا ما نوافقوش طبعا، في فنانين كبار في The Voice وغير The Voice يستحقوا أنه يكونوا موجودين. هو حصروا في صابر وكاظم. لا لازم اوكي صح انه لازم يكون واحد متعلم وعنده خلفيه موسيقيه ولازم يكون دارس موسيقى وعارف مخارج الحروف وعارف النوت وعارف كذا، اكيد يعني مش كلنا معناه، ممكن مش كل الفنانين دارسين، ولكن هذا ما يمنعش انه على الاقل هناك تجربه فنيه، هناك سنوات من النجاح على الاقل، يعني يعطي هذا المدرب او غيره يعطي من نجاحه ومن خبرته في المجال الفني. وإيهاب ممكن كان يكون من ضمن لجنة التحكيم، لما لا؟ ممكن كلامه على أساس أنه كان ممكن يكون ومحقه، وكان يعني جدير أنه يكون من ضمن لجنة التحكيم بحكم دراسته بحكم خبرته بحكم نجاحاته، علاش لا؟